مساء الخير، بعرف انه طولت عليكم بدروس ال HTML، بس اذا متابعين صفحتي على الفيسبوك رح تعرفوا انه كان عندي اسبوع عم اقضيه مع هالاطفال الحلوين اللي شايفينه هون. كان اسبوع جميل جدا، ما رح اطول عليكم. اليوم رح اعطيكم الدروب داون منو يوزنج اونلي CSS 3، يعني رح نشتغل الدروب داون اللي شايفينه هون. هاي المنو اللي رح تستخدموها بالويب سايت تبعكم، ما رح نستخدم لا جافا سكريبت ولا برمجيات معقدة، رح نستخدم بس CSS 3، الشغلات اللي تعلمناها نحن بالدروس السابقة. لذلك ابتداء من هذا الدرس رح تكون الدروس مختصرة، ورح تكون هيك تعليمات بسيطة عم ناخدها، طبعا اعتمادا على انه انتو درستوا الدروس معي اللي قبل يلي اخدناه هون. ليش؟ لانه كنت عم حاول اوصل فيكم لمرحلة بحيث اني لما اكتب كود مثل اللي شايفينه هون ما كتير نتعذب ونحن عم نفهم على بعض، ويكون كل تعليمة بدي اشرحها لحال. هلأ بقدر انا اكتب براحتي، وانتو اكيد عم تفهموا علي انا شو عم بكتب. لذلك رح نبدأ فورا. اول شغلة بدنا نعملها انه بدنا نشكل ال HTML تبع المنيو، بعدين نحن بنعمل له ستايلينج مثل ما شايفين. عم بتشوفوا انه الكود يمكن طويل شوي، ولكن هو جدا بسيط، وهو ما بيتعدى تعليمات فعلا نحن اخذناها بالدروس اللي قبل. يلي بدي اقوله كمان انه لنحضر هذا الدرس بكفي انه نحضر السلسلة الاولى من ال HTML يلي هي التعليمات البسيطة. هذا الدرس مستوى خلينا نقول مبتدئ. رح ابدأ فورا بفايل جديد كالعادة. عملنا لح اسكر هدول مشان ما تخربطوا فيهم. فتحنا فايل جديد، عملنا له سيف، تمام. اكيد لح اسميه index.html، ما بننسى كلمة html هي اهم من الاسم هون. بقول له سيف. اول شغلة طبعا اخذناها انه انا بدي صرح عن اني عم بكتب هلا ملف HTML. بعدين اكيد بدي افتح تعليمة HTML وسكر ال HTML. جوا راح بيكون عندي الهيد واكيد البادي. ما بدي ضوع وقت بهي التعليمات، برجع بقلكم نحنا اخذناها بالدرس الاول. جوا الهيد رح بيكون في عندي اكيد تعليمة التايتل، واكيد اهم شيء بده يكون عندي نحنا اللينك يلي رح ناخذ الستايل من style.css. بما انه كتبنا style.css نحنا رح نعمل فايل جديد كمان وقول له سيف. اذا ملاحظين عم اشتغل بسرعه، لانه برجع بقلكم هاي المعلومات نحنا اخذناها بالدروس اللي قبل، ما في داعي انه نضوع وقت عليها. عملنا style.css موجود بنفس الفولدر، ربطناه بهذا السطر. هلا بدي اضيف سطر، احفظوه مثل ما هو، انسخوه، ما ضروري تتعلموه، هو مجرد لحتى ناخذ نحنا فونتس من جوجل ويكون عندي شكل افضل للفونتات اللي موجوده. مثل ما قلت لكم هذا السطر ما كتير مهم، ولكن هو احفظوه بهي الطريقة، بتقدروا تنسخوه وتحطوه موجود عندكم. هو عم ناخذ نحن لينك لستايل شيت من fonts.googleapis.com/css، وبناخذ الفاميلي فونت تبع الاوبن سانس. اوكي خلصنا من الهيد. القسم الثاني هو المهم، البادي. رح اوسع لحتى تقدروا تشوفوا، ورح اكبر اكيد الفونت لحتى تعرفوا شو عم اشتغل. طبعا الفايل اللي عم بشتغل عليه انا موجود هون بالنيو، لذلك انا مجرد رح اكبس كبستين. هذا سؤال جاني وانا استغربت انه في هذا النوع من السؤال، انه كيف انا فتحت هذا الفايل على الكروم. مجرد بكل بساطة نحن دخلنا على الفولدر وكبست بهالطريقة فتح على الكروم. مثل مو شايفين ما عندي اي شيء بالصفحة، موجود بس هون التايتل اللي هو دروب داون منو، تمام. لح اروح على البادي ولح اكتب ناف يلي هي من نافيجيشن. هذا احد الاسئله كمان اللي اجتني، انه شو يعني ناف؟ ناف من نافيجيشن، يعني ترجمتها بالانجليزي هي المبحر، ولكن بال HTML مقصود فيها هي المنيو. لح اعطي لهي الناف اكيد كلاس، لح اسميه منيو، قل له سيف. كمان مثل ما شفتوا ما طلع عنا شيء. جوا هاي الناف رح احط هلا هون، رح اعتبر انه الناف موجوده هون، جواتها رح احط هون لوجو، ورح احط هون المنيو، تمام. لذلك جوا الناف مثل ما قلنا رح افتح ديف واعطيه اي دي لوجو، ورح اكتب كتابه عاديه. طبعا بامكانكم انتم تحطوا صوره بمجرد انه نحن نعمل تاج ايمج ونحط صوره، تمام، ولكن انا بدي ركز اكثر على المنيو. التعليمة الثانية رح تكون هي اليو ال. اليو ال هي اختصارا ل ان اوردرد ليست، يعني قائمة غير منظمة. هاي اللي رح نحط فيها نحن كل عناصر المنيو. اذا نحن عنا البادي مثل ما شفنا، النافيجيشن يلي هي عم تحتوي كل المنيو اللي رح تكون موجودة هون، جواتها نحن عنا ديف موجودة لوجو،
وهلأ صار عندي الـ UL يلي هي الليست يلي رح تكون موجودة هون. جوا هي الـ UL رح يكون موجود عندي أكيد الـ LI، LI اختصار list، رح يكون فيها أكيد موجود كل العناصر يلي بدي إياها. أول زر رح يكون هو مثلا about لنقول، ولكن أنا بدي هذا الزر يكون أقدر أكبس عليه، لذلك لحطه ضمن تعليمات anchor اللي هي الـ A، رح أخذها بهالطريقة ورح تكون موجودة بهذا الشكل. طبعا رح أحط لها هاش. هلا اذا بعمل ريفرش بنلاحظ انه طلع عندي هون اللوجو وطلع اول زر بهالطريقه. رح اخذ هاي الال اي وانسخها اكثر من مره، ورح اغير اكيد هون بايوغرافي لنقول جاليري وكونتاكت سيف. رح نلاحظ انه صاروا العناصر موجودين بهذا الشكل. طبعا برجع بقلكم الـ HTML هي مجرد بنيوية الموقع وليست الستايل. بهالشكل اللي شايفينه هاد نحن خلصنا من الـ HTML للقائمة الرئيسية. نحن لسه ما دخلنا بتفريعات القائمة، ولكن رح بعمل ستايلينج هلأ لهذا اللي عم نشوفه هون لحتى نقدر نشوف شو عم نشتغل تباعا. حاليا انا اكيد فلحت ملف الـ CSS. مثل ما اتفقنا بالدروس الماضية انه انا اول شغلة بعملها هي اعادة قيم كل التعليمات للقيم الأساسية، لذلك بحط نجمة مثل ما شايفين، باخذ المارجن وبعطيه صفر طبعا لحتى ما يكون عندي أنا أي صدف. شو بقصد بالصدف؟ كمان البادينج رح أقول صفر، وطبعا بشكل عام رح أعطي فونت كامل لكل الويب سايت، رح نقول الفونت اللي أخذناه اللي هو Open Sans، بتذكروا هذا اللي أخذناه من جوجل. هلأ التعليمة التالية يلي هي Sans داش سيريف، هي بحيث انه المتصفح اذا ما لقى هذا الفونت فهو اكيد رح ياخذ الفاميلي او العائلة الفونت البديلة لها. هلا اذا بعمل سيف بعمل هون ريفرش رح نلاحظ انه كيف شكل الفونت اختلف. طبعا مشان انا كل المتصفحات رح احط هون كمان بادي و HTML. مثل ما بتعرفوا نحن بال HTML في عنا متصفحات مختلفة. طبعا عم بشتغل انا حاليا على كروم، ممكن انتم تكونوا عم تشتغلوا انترنت اكسبلورر، سفاري، اوبرا، بغض النظر. لذلك نحن برجع بقلكم الكلمة اللي انقطعت فيها انه ما بترك اي شيء للصدفة، بحاول كل شيء يكون موجود ضمن خياراتي وضمن برمجتي. تمام؟ الموضوع الثاني كمان رح اعطي، طبعا كل اللي عم بكتبه انا حاليا ما هو له علاقة بالمنيو، ولكن لحتى نقدر نحن نشتغل مع بعض ونمشي مع بعض، رح اعطي بس باك جراوند خفيفة للموقع كلياته. بعمل ريفرش، رح نلاحظ كيف صار عندي باك جراوند، خلينا نقول هذا لون اوف وايت. تمام، خلصنا هلا من الاساسيات، رح ابدا اكيد ب ستايلينج للمنيو، لذلك رح احط كومنت لحتى اقدر بلش بهي الطريقه. رح برجع للاندكس. اذا بتتذكروا النافيجيشن الكلاس تبعها كان منيو، هذا اللي بدنا نشتغل عليه. شو بنعمل بالكلاس؟ دوت منيو، وبنفتح هالقوسين. طبعا بدي الويث 100%، ولخليني اعطي باك جراوند كلر في لون غامق بحبه انا اللي هو 3 3 3. طبعا بالسي اس اس 3 3 3 هي عبارة عن 6 ثلاثات، ولكن اختصارا لما بيكونوا الارقام متشابهة بتنكتب بهي الطريقة. هلا اذا عملت ريفرش رح نلاحظ انه المنيو احتويت بهاي اللون هذا اللي موجود عندي. طبعا مثل ما شايفين اللون عندي هون اسود وهون ازرق، لذلك لحتى اتجاوز هذا الموضوع رح اقول له color واعطي FFF. مثل ما اتفقنا FFF هي عبارة عن 6 افات اللي هي اللون الابيض. اذا عملنا ريفرش رح نلاحظ انه صار عندي فعلا هون اللون الابيض. رح اكبر هون الفونت شوي لحتى تقدروا تشوفوا، رح اقول 1.2. اذا عملت لها ريفرش رح نلاحظ بس طلعت كبيرة شوي. هلا بدي اعطي ارتفاع للمنيو اللي شايفينه، رح اقول له هايت واحفظوا هذا الرقم 60 بيكسل، اقول له ريفرش، رح نقول له اوكي. رح نلاحظ كيف المنيو صار عندي بهذا الطريقة. طبعا العناصر طالعة هون لانه لسه ما عملنا لها ستايلينج، هلا بعد شوي رح نعمل ستايلينج لكل شيء. ولكن احفظوا معي هاي التعليمة، هلا كتبت انا منو، بعدين هاشتاج لوجو وفتحت هيك. شو هذا اللي كتبته هون؟ اذا بتتذكروا هون بال HTML انا عندي النافيجيشن يلي هي الكلاس تبع منو. جوا هاي النافيجيشن في عندي هون ديف الاي دي تبعه لوجو. انا قلت لكم بدرس سابق انه نحن لحتى نقدر نوصل لعنصر جوا عنصر نحن بنعمل هاد الفراغ. مثل ما قلت لكم هون عاملين انا سي اس اس الكلاس تبعه منو، دخلت بهذا الفراغ للاي دي يلي اسمه لوجو. تمام، شو بدي اعمل بهذا اللوجو؟ اول شيء بدي اعمله انه الفلوت حطه ليفت. ليش؟ هلا حاليا هو موجود اصلا ليفت،
ولكن لحتى انا اقدر اتاكد من كل البراوزرات انه هو عم ياخذ التعليمات اللي انا بدي اياها، فلح اعمل له الفلوتليت ومشان ما ياخذ كل مساحه المنو. لذلك انا بعمل هاي الفلوت ليفت، رح نلاحظ كيف الاباوت هون طلعت لجنب اللوجو. ثانيا رح بعطيه هايت 30 بيكسل. ليش 30 بيكسل؟ لانه بدي اعطي بعد شوي بادينج 15 بيكسل من فوق ومن تحت، و30 خلينا نقول من الاطراف. رح اعمل ريفرش، رح نلاحظ كيف صار عندي اللوجو بهي الطريقه. شو يلي صار هون؟ انا عندي الارتفاع كاملا لللوجو او للمنو هو عباره عن 60 بيكسل، تمام؟ انا اخذت ارتفاع اللوجو 30 واخذت من هون 15 ومن هون 15، اذا صار المجموع كامله هو عباره عن 60 بيكسل. هي 60 فمو هيك؟ اوكي، رح اكمل هلا انا باللوجو، رح اكبر شوي الفونت، رح اخذ الفونت سايز، رح اقول له 1.2 اي ام. هاي الاي ام مثل عم اقول انا خذ نفس القياس لكل شيء ولكن كبر بمقدار 1.2، تمام؟ هي هاي الاي ام للتكبير، تمام؟ ولحتى يكون عندي طبعا اكيد شكل منتظم، رح اخذ اللاين هايت بنفس مقياس الهايت تبع اللوجو، تمام؟ كل شيء صار عندي هلا منظم. هلا بدي اشتغل انا بالقائمة اللي موجودة هون مثل مو شايفينها. لذلك رح اختار بهالطريقة، رح اقول له منو، فيني انا اعمل هلا يو ال وبلش اكتب، تمام؟ اي شيء رح اكتبه انا هون رح ياثر على هي يلي موجودة هون. ليش؟ لانه اذا بتتذكروا انا عندي هي الكلاس اللي هي منو، في جواتها اليو ال مثل مو شايفينها هون، تمام؟ لذلك انا بكتب كلاس منو جوا باخذ سبيس وبكتب يو ال، ولكن انا بدي احط بعد شوي قائمه موجوده هون، لذلك انا بدي اقول له لل HTML، وانتبهوا معي هون منيح شو عم احكي، هاي CSS 3، بدي اقول له لل HTML او لل CSS او للبراوزر، بدي اقول له انه انا المنو اللي موجوده هون اليو ال يلي بعدها مباشره، القائمه اللي بعدها مباشره طبق لي عليها التعليمات اللي رح اقول لك عليه، ما تطبق لي على اي يو ال ثانيه. بعد شوي مثل ما قلت لكم رح احط انا يو ال رح تكون موجوده هون، ما تطبق لي يا براوزر على التعليمات اللي موجوده هون، بدي تطبق لي على هي اليو ال حصرا. هذا كيف نحن بنقدر نعبر عنه. رح اروح على السي اس اس، وهون بين المنو واليو ال اذا بتتذكروا كان عندي سبيس، بدل السبيس رح احط هي الاشاره اللي موجوده هون. هي الاشاره مثل نحن عم نقول للبراوزر للمتصفح، بقصد الكروم او فايرفوكس، مثل عم اقول له انه ما تطبق التعليمات اللي موجوده هون الا على اليو ال الموجوده مباشره بعد العنصر يلي الكلاس تبعه منو. انفهمت؟ رجعوا اسمعوها مره ثانيه لحتى تنفهم. بكل بساطه رح اعطي مارجن صفر اكيد، ورح اعطي بادنج كمان صفر، ولح اقول له الفلوت اكيد 100% ليفت. ليش؟ لانه انا بدي مثل ما اللوجو راح على الليفت بدي هاي العناصر كمان تروح على الليفت وما تاخذ مساحه المنيو كامله. وهون هلا انا رح اكتب ليست ستايل تايب، رح اقول له نون. شو هي هاي؟ هلا اذا بعمل ريفرش رح نلاحظ هاي الدوائر رح تختفي حاليا مثل ما شفتوا، صارت عندي كل العناصر رايحة على left. طبعا بسبب تعليمة float left رح نلاحظ كل العناصر صارت موجودة بهذا الشكل. ليش؟ لانه هذا اللوجو اخذ left، اخذ هذا البلوك هون، والمنو هون يلي شايفينهم اخذت هاي العناصر. طيب هاي القائمة انا عندي حاليا موجودة عمودية، انا بدي اعملها افقية، لذلك انتبهوا كمان معي مرة تانية، رح نقول له يا براوزر روح على الكلاس اللي اسمه منو، بعد مباشرة بتلاقي في كلاس اسمه UL، بعد مباشرة رح تلاقي في عنصر اسمه LI، شو تعمل لي فيه؟ خدهن على اليسار على الليفت. نعمل ريفرش رح نلاحظ كيف العناصر صارت بهي الطريقة. صارت مفهومة؟ اعتقد انه الموضوع سهل، اسهل ما يكون. نحن كان عندي كلاس المنو، مباشرة بعده انا عندي كلاس اليو ال، مباشرة بعده انا عندي ال اي، وطبقنا عليهم كلياتهم يروحوا على الليفت. اوكي، المرحلة اللي بعدها بدي اتحكم انا بهي العناصر كلهم على حدة، لذلك انا لازم ضيف لكل العناصر اللي موجودة هون كلاس. رح اقول كلاس يساوي هالقوس المنقوط، رح اقول له اسمه منو ايتم، منو ايتم تاني عنصر القائمة، لذلك انا رح انسخها بهالطريقة
ولح انسخها هون، بعمل له ريفرش. مثل ما شايفين ملف ال HTML عندي جدا منظم وجدا انيق. هلا انا بدي اتحكم بهي العناصر، هاي العناصر about biography gallery contact، هدول يلي موجودين هون يلي هن ازرار، بدي اتحكم فيهم. كيف بتحكم فيهم؟ عندي هاد الكلاس لح انسخه وروح على CSS وانزل هون. تتذكروا مثل ما قلنا عندي كلاس بكتب النقطة وبحط العنصر بهي الطريقة، بفتح هالقوس وبكتب. اول شغلة بدي اعملها انه بدي اقله display inline block. شو يعني؟ يعني بدي اقله انه اعرض لي هدول العناصر اللي شايفهم هون متوازيين على سطر واحد، ولكن كل عنصر منهم هو عبارة عن كتلة بحد ذاته. اذا عملت هلأ refresh رح نلاحظ انه صارت عندي بهي الطريقة. النقطة الثانية اكيد انه بدي بعد هاي العناصر من فوق ومن تحت، لذلك رح استخدم تعليمة padding رح اعطيه 15 بيكسل. بتتذكروا ليش 15؟ لانه الارتفاع الكامل هو 60، ولكن بدي بعد العناصر شوي عن بعضها، لذلك رح اقول له كمان من الاطراف اعطيني 20 بيكسل. رح اقول له ريفرش، رح نلاحظ كيف العناصر صارت عندي متباعدة بشكل متساوي. اكيد لحتى تكون انا متوازن مع كل البراوزرات بدي اقول له 30 بيكسل الارتفاع، وما بننسى لحتى يكون الخط موجود بالنص رح اقول له اللاين هايت ارتفاع النص هو كمان 30 بيكسل. طبعا بما انه انتم هون شايفين حاليا الالوان ازرق رح اقول له هون color FFF، واكيد ما بننسى انه نعمل التكست decoration none. التكست decoration هو يلي رح يملي هلا الاسطر من تحت. اذا عملت ريفرش رح نلاحظ كيف القائمه صارت موجوده عندي. نحن عمليا شكلنا القائمه الرئيسيه يلي شايفينها. بيبقى عندي اكيد العنصر الممتع بالموضوع يلي هو انه انا لحتى اقدر بين انه هذا زر لازم غير شيء بخصائص الزر، لذلك يلي لح بعمله اني لح باخذ هون المينو ايتم نفسه ولح اقول له على المينو ايتم، طبعا ما بننسى انه نسكر القوس، ولح نقول له هون انه على المينو ايتم انا لما بعمل هوفر شو تعمل لي؟ غير لي الباك جراوند كلر. استمتعوا طبعا بهذا الموضوع، موضوع التغييرات. انا بحب هذا اللون FF0055. بقول له اوكي، لما بعمل ريفرش رح نلاحظ انا بس لوقف كيف عم يتغير عندي انا الباك جراوند كلر. طبعا انا فيني غير اي شيء، فينا بكل بساطه نحن نقول كلر ونعطيه 000 لنقول اوكي، رح نلاحظ كيف صار عندي انا الخلفيه تغير لونها، واكيد لون الكلام تغير للاسود. اوكي انا بالنسبه لي رح ارجعها حاليا. ونحن هلا حاليا خلصنا من القسم الاول من الدرس يلي هو تشكيل المينو الرئيسيه. بالدرس اللي بعده رح ناخذ السب مينو يلي شايفينه هون، لذلك تابعوا معي.